طيب دكتور، احنا دائما نختم ب خلينا نقول نصيحة، بما انه احنا الجو حار جدا، نعم. شلون نحمي العين مالتنا في هذا الجو الحار؟ والله طبعا هو الجو الحار يسبب مشاكل الجفاف بالعين، يسبب مشاكل الإضاءة القوية الساطعة للشمس بالعين، فإحنا نوصي الناس بكثرة تغسيل العين بالماء البارد أو استخدام القطرات المرطبة أحيانا إذا كان شغلهم بيتعرض للشمس. وأيضا فد مسألة مهمة جدا هي ارتداء النظارات الشمسية الواقية من أشعة الشمس، ويكون نوعيتها جيدة، يكون بها وقاية يعني من أشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية. راح نحافظ على عيننا إن شاء الله بهاي الأسلوب من الحر الشديد ومن الجفاف.